مشاهدينا الكرام اهلا بكم مره تانية وكل سنه وحضراتكم طيبين. لازم نتحدث خلاص دقائق على دخول العام الجديد واحنا لسه في استعراض لحصاد 2023، والفقره دي مخصصه ل يعني سياسه مصر الخارجيه، ويعني الكل مش احنا كمان داخل مصر، العالم بيتحدث على التوازن، الحرص على تنوع العلاقات مع كافه الدول بما يحقق مصالح مصر بالتأكيد على جميع الأصعدة والمستويات الإقليمية الدولية، وكان فيها فيما يخص الحفاظ على السلام والأمن الخاص بالمنطقة ومناطق أخرى على وجه الخصوص تم الاستعانة بمصر فيها. زيارات السيد الرئيس بالتأكيد كانت عديدة ومختلفة في دول بالعديد من المشاركات والفعاليات الإقليمية والدولية، كانت على مستوى سواء القمم الثنائية أو حتى القمم العامة، وكانت فيها رؤية مصر إزاي هتكون في علاقتها الخارجية، تعزيز مكانة مصر كان كدولة محورية في المنطقة والعالم. خلينا نتحدث عن حصاد 2023 على مستوى سياسة مصر الخارجية. بيشرفنا وينورنا في الاستوديو ضيفنا الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. بنرحب بحضرتك يا دكتور. أستاذ محمود كل سنة وحضرتك طيب فندم. يعني احنا طبعا بنتكلم عن حصاد 23، لكن السياسة الخارجية المصرية منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اختلفت، يعني ده مش عنوان صحفي ولا عنوان، احنا الناحية طبعا الافريقية وكانت متأثرة بشكل كبير، كان قد ايه مصر استرجعت القارة الافريقية وتولت مصر حتى رئاسة الاتحاد الافريقي، وكان في بشكل كبير العلاقات الدولية بالشرق والغرب، يعني سواء ناحية الشرقية الصين روسيا، بنتحدث عن كل هذه الدول، الناحية الغربية اوروبا وامريكا وما الى ذلك. لكن حصاد كمان 23 لو هنتكلم عليه كان بيمر في توترات اقليمية حوالين مصر، توترات اقليمية عالمية، ومصر ثابتة على مبدأ التوازن الإقليمي، العدل، السلام، عدم الاعتداء على الغير، محددات كبيرة. كنت حضرتك شايف إزاي في حصاد 23 أو تصف هذه السياسة الخارجية؟ شوف أنا هبدأ من كلام حضرتك أستاذ محمود في موضوع التوازن في نمط العلاقات المصرية سواء العربية الإقليمية الدولية. نمط التوازن أنك بتقيم علاقات على مستوى التوازن بين القوى الرئيسة سواء كان على المستوى الدولي أو الإقليمي، وطبيعة الحال النطاقات الاستراتيجية. إحنا ليه بنقول نطاقات استراتيجية من قرش دول جوار؟ لأن النطاقات الاستراتيجية بتشمل الدوائر المباشرة للأمن القومي المصري سواء ليبيا سوريا، بتتكلم على غزة، بتتكلم على السودان، مناطق دول حوض النيل وغيرها. في جزء من فلسفة السياسة الخارجية المصرية في العام الماضي هو اعتماد القاهرة على دبلوماسية رئاسية وعلى دبلوماسية جديدة أخرى متعلقة بدور أجهزة المعلومات، وده جزء مهم قوي انه الدبلوماسية الرئاسية سهلت لينا حاجات كتيرة قوي، يعني اتصالات السيد الرئيس الدورية اللي هي بتتم مع قادة وزعماء دول العالم حجزت لمصر دور مهم قوي في هذه الترتيبات. ربما في موضوع غزة كان واضح قوي، لكن طوال العام زي ما حضرتك اشرت وتكرمت كان في حركة كبيرة سواء كان بالنسبة لحضور سيادته عدد من اللقاءات والفعاليات الدولية، وجزء منه هو مرتبط بتخطيط السياسة الخارجية المصرية. تخطيط السياسة الخارجية بتقوم بها أجهزة معلومات بتقوم بعملية تخطيط كبيرة وما بقتش قواعد أو تقليدية، أنت بتتكلم على أجهزة معلومات رصينة عندها قدرة على استشراف التنبؤ إدارة الملفات بصورة كبيرة جدا. وأنا في تقديري أجهزة المعلومات اللي حجزت لمصر دور كبير، أو بتتكلم على الخارجية، بتتكلم على المخابرات، بتتكلم، فأصبح لديك إمكانية كبيرة حتى لقراءة المحددات والمخاطر اللي بتواجه الدولة المصرية في نطاقاتها الاستراتيجية وفي الخارج. جزء من اللي حضرتك بتشير إليه هو مرتبط بدوائر جديدة للسياسة الخارجية المصرية. حضرتك تعلم إن كان في دوائر منذ أيام الرئيس الراحل عبد الناصر، دوائر تقليدية اللي بتكلم على إفريقيا، بتكلم على عدم الانحياز، بتكلم على الدائرة العربية الإسلامية. مع عهد الرئيس السيسي بنيت دوائر جديدة وتم تدشينها دائرة مهمة جدا، دائرة شرق المتوسط. دائرة الشرق المتوسط بتتكلم على مصالح، بتتكلم على موارد، بتتكلم على حسابات كبرى، بتتكلم على دور كبير لمصر في هذه المنطقة. بدأ بمنتدى غاز المتوسط، المنتدى طبعا ضم عدد من الدول فيما عدا ناقص تركيا، ثم المنظمة الإقليمية للغاز، وأقمت علاقات جيدة مع دول زي قبرص واليونان، وانفتحت انفتاح كبير على هذه الدول. ثم دائرة أخرى احنا بنسميها دائرة الاتجاه شرق أو الاستدارة شرق.
اللي هي بقى حضرتك اشرت اليها في البدايه اللي هي الهند الصين الدول دي، ودي دول ليس لدينا معها ميراث عدائي يا استاذ محمود، دي دول لا احتلتنا وكان في علاقات جيده، فبالتالي مش زي الدول النطاقات الاوروبيه اللي في ميراث عدائي يعني في ما بين نفسي سيكولوجي سياسي. لكن هذه الدول بطبيعه الحال الصداره شرقا دي الدائره الثانيه اللي استحدثت في عهد الرئيس السيسي بفعاليه كبيره، ودشنت كثير من الامور المتعلقه بقى حضرتك بمحاور جديده للسياسه الخارجيه المصريه. عززت حضورك فيما يعرف باسم نطاقات الجنوب، ايه الجنوب؟ مش دول حوض النيل بس، لكن بتتكلم على الجنوب بمعنى دول حوض النيل ومناطق التماس الاستراتيجيه، واقمت علاقه مع القوى الكبرى على مستوى النديه، يعني وانت بتقيم علاقات مع الجانب الامريكي وبطبيعه الحال الشراكه العسكريه الامريكيه طبعا مع مصر مستمره، في التزامات كثيره احنا ملتزمين بيها وملتزمين بيها برغم المناكفات وبرغم السخافات الامريكيه اللي بتتكرر من قبل اخر كما تعلم. لكن اقمنا علاقه مع روسيا، وروسيا دوله مهمه مش عشان بتبني لنا المحطات الضبعه، لكنها طبعا في روح كبيره ونوع من التآلف مع الجانب الروسي. لكن مع الجانب الصيني ايضا دخلنا في مبادره الحزام والطريق، كان في تواصل معاهم، فانت بتحجز دور. طبعا مع الهند كانت مهمه ايضا لانه الهند برضو دوله كانت من دول كما تذكر حضرتك عدم انحياز، ففي ميراث او قواسم مشتركه مع هذه الدوله. وعشان كده يفسر لحضرتك تنوع الحركة المصرية، القضية مش ان انت حضرتك خلال ايام هتدخل البريكس او التجمع الكبير ده وانك انت هتبدأ تطرح عضويتك وتستفيد من المزايا فقط، انما انت بتحجز مكان في الترتيبات السياسية والاقتصادية في العالم. لكن ازاي الاستشراق ده زي ما احنا بنقول او العنوان زي ما حضرتك بتقول ما اثر؟ ما هو اصل هي دي فكرة لعبة السياسة الخارجية المصرية، انها حافظت ونقول تاني التوازنات. الناس كانت معتقده انت يعني يا اما هتروح شرق يا اما هتروح غرب، او لما هتروح الشرق الغرب هيزعل. صحيح، او لما هتروح الغرب الشرق هيزعل. احنا حافظنا على ده والعلاقه الطيبه موجوده في ده، وجودنا مثلا في موقف ثابت مثلا في القضيه الروسيه الاوكرانيه، وان احنا بندعو لوقف اطلاق النار وحقوق الدولتين، ما خدناش الراي الغربي في الاشياء الغربيه، ما رحناش مثلا لما بيتاثر مثلا او ملفات مكافحه الهجره غير الشرعيه مكافحه الارهاب فما رحناش ضدهم. احنا هو ده زي ما بيقولوا السياسة الخارجية المتوازنة، هو التوازن المرن، أنا بسميه تملي التوازن المرن. إن عندك مرونة زي ما حضرتك أشرت، في جزء من الأزمة الروسية الأوكرانية كان اختبار لعدد من الدول في العالم، بس أنت في بداية الأزمة استقبلت لافاروف وزير خارجية الروسي هنا في القاهرة من الجامعة العربية، والتقى مع المسؤولين المصريين، ما كانش في أي عاصمة في العالم عملت ده. أنت بتوصل رسالة إن أنت عندك قدرة على الحركة، انك انت بتتحرك في دوائر متشابكه. هذه الدوائر المتشابكه ليس استبدال حليب بحليف، العلاقات الدوليه حضرتك لا تدار بهذه الصوره، هي بتدار بفكره المصالح المشتركه والفوائد المتبادله. فانت بتتحرك واضع في تقدير حضرتك انك انت بتقيس علاقتك بالقوه الاقليميه والدوليه. يعني اما انت استأنفت علاقتك مع تركيا، وحضرب مثال بسيط، يعني في جزء من حسابات القوه اللي انت بتتحرك فيها ان احنا مدركين ان تركيا دوله كبيره، تجاوزنا خلافات في مراحل معينة، دخلنا وفق حسابات معينة. اللي أتى بالجانب التركي يقيم علاقات ويجري وراء مصر في مسار العلاقة بالمعنى المهم ده، هو قدرتك على تنويع مصادر القوة. انت النهاردة عملت ايه؟ عملت مناورات عسكرية قدام البحر الأسود. البحر الأسود فيه ميراث عدائي كبير جدا، فالناس في الجانب التركي وهم كانوا بيتكلموا على مصر دولة كبيرة، فانت نوعت وعملت مناورات مع الجانب الفرنسي في مناطق لا تحتمل أنصاف حلول وأشباه خيرات زي ما انا بقول. فالأتراك جم اتناقشوا معاك، تجاوزوا على المراحل المعينة، هي دي الدبلوماسية المرنة المصلحية اللي قايمة على الفكرة المباشرة اللي احنا بنشتغل عليها. مع أطراف أخرى مثلا أنت بتتكلم على مثلا على ما جرى مع إسرائيل، حافظت على السلام مع إسرائيل كل هذه السنوات، لكن في مساحة كبيرة من الخلافات بيننا وبين إسرائيل لاعتبارات متعلقة باعتبار القضية الفلسطينية قضية رئيسة من قضايا السياسة الخارجية المصرية، قضية أمن قومي. بطبيعة الحال من حقنا أن نراجع مسارات العلاقات مع إسرائيل في إطار المصالح القومية العليا للدولة المصرية، لكن إحنا ملتزمين بالمعاهدة. على سبيل المثال بنقيم علاقات سلام رسمي، لكن ما في النفوس ما في النفوس، لا نحول السلام الدافئ إلى سلام كذا. في حين آخرين عملوا عكس ذلك في مشروعات الأمن والتعاون الإقليمي والتطبيع وغيره. هي دي تحرك مصلي
لأنه حضرتك دولة كبيرة في نطاقك الإقليمي، دولة كبيرة يعني إيه؟ في قلب خريطة التفاعلات الإقليمية والدولية أستاذ محمود اللي بتحصل في العالم الآن، حضرتك بتحجز دور. تحجز دور يعني إيه؟ أما تخش البريكس، أما تخش التجمعات الاقتصادية، مفيش حاجة اسمها ننعزل، يعني الناس اللي بتتكلم على فكرة الكمون، خد موقف لا الكمون الاستراتيجي وإن إحنا مصر تنعزل، ده كلام يعني يجب أن يتم التعامل معه بحذر، لأن أنت بتتكلم على دولة كبيرة في نطاقها الإقليمي، جزء بتؤدي في استقرار العالم بمنظومة معينة. يعني ما كنت تتكلم حضرتك على موضوع الهجرة الغير شرعية، تتكلم على ضبط الحدود، مصر ليها تجربة مهمة جدا، لأنه كان في فترة معينة زي ما تعلم حضرتك عودة المقاتلين الأجانب لبلادهم، فلازم كانت مصر تتحرك. تجربة ضبط الحدود دي بتدرس في الأكاديميات العسكرية والاستراتيجية في العالم، إن هم إيه اللي حصل، المصريين عملوا إيه. أنا هنا بقول للعالم إنه بيبقى للدول الرئيسة في الأقاليم دور مهم لضبط الاستقرار وتحريك المشهد لاعتبارات معينة. احيانا بقى بيبقى في صراع الادوار في الاقاليم، يعني ايه صراع الادوار؟ انه اطراف في اقاليم متعدده بيبقى في صراع، زي ما انت حضرتك شايف مثلا الصين والولايات المتحده فين في منطقه جنوب شرق اسيا، مساله تايوان، مساله اوكرانيا، هذه الصراعات الكبيره بيبقى في مرونه في التعامل معها، محاوله تفكيك عناصر الازمه. اللي حصل في غزه نفس الكلام، انك انت اول دوله واول عاصمه مهمه جدا تبنت موقف مباشر، ما لم تتبع عن صفح له اشباه خيرات، حركت المشهد لحسابات معينة، القاهرة تحولت إلى بوصلة لاستقبال كل الضيوف في العالم. القضية هنا إيه؟ دور حضرتك المرن فيها وإنت بتتحرك في الملف الفلسطيني، عينك على الملف الليبي. أما حصلت التطورات في الملف الليبي وإحنا اتكلمنا في هذا كثيرا، سيادة الرئيس وضع النقاط فوق الحروف في موضوع خط سيرة الجفر وحسم الموضوع، وبطبيعة الحال أي تطورات جارية في الإقليم بيبقى فيه دور مسؤول للدولة الكبيرة. يعني تهديدات اللي حصلت مثلا في منطقة البحر الأحمر والممرات، وزير الدفاع الأمريكي جاء المنطقة وطرح فكرة التحالف، لم ندخل التحالف. هتقول لي الشراكة الأمريكية الاستراتيجية، مين قال لحضرتك الاستراتيجية أو الشراكة متطابقة يا أستاذ محمود؟ في مساحات كبيرة مع الجانب الأمريكي مختلفين عليها. هذا لا يعني نحن مش ملتزمين، لا احنا ملتزمين، بس لا تفرض على مصر، وده واضح في حاجات كتير، وده واضحة تماما. وانا هذكر حضرتك بمثال قد يبدو سطحي لكن مهم قوي، اما بلينكن جاء مصر والتقى مع سيادة الرئيس والوفد الدبلوماسي، واذيع لاول مره مؤتمر صحفي على الهواء. ليه ذاع على الهواء؟ في رسالة مهمة ان مصر تقول على الملأ للعالم، ها، بصورة مباشرة ان احنا كذا، وساد الرئيس بنقاط محدده، انا في الجماليه، انا عشت كذا، اليهود كذا، اليهود بصوره مباشره. ليه؟ كلا يقال ان مصر بتقول، ها، خطاب معلن وخطاب غير معلن. ليس لدينا يا سيدي خطابات معلنه وغير معلنه، وخارطه الطريق واضحه مثلا واضحة في الحلول لم تختلف على وتعلن على الملأ. واحنا تملي نقول حاجه، يعني ان باب القاهره مفتوح للجميع، وانت بتعمل مبادره مصريه وطرح مصري ومراحل لعمليه السلام اللي انت بتتكلم على وقف اطلاق نار، نحن نتعامل مع جزئيات يا استاذ محمود، يعني عشان نكون ربما شهادتنا مجروحه، لكن لازم نقول ده، انه في احيانا بعض الدول في الاقليم وغيرها بتطرح افكار والافكار مقبوله، والقاهره ترحب، ليس لدينا اي مشكله في هذا، لكن اما بتطرح انت بتطرح رؤيه شامله، تطرح مقترح، ها، قابل للنقاش وقابل للنقاش للتعديل لصالح القضيه الفلسطينيه. احنا عايزين نوقف العمليات الاجراميه اللي بتقوم بها اسرائيل، مش هنشتغل على نقاط جزئيه، احنا بنتكلم على هدن انسانيه، بنتكلم على وقف اطلاق نار، بنتكلم على خيار حل الدولتين. احنا عملنا مش حاجه مؤقته، مش يعني حاجه مؤقته تدريجيه، لا بنتكلم على مؤتمر عملناه بعد الاحداث في غزه بعدها بكم يوم، عملنا مؤتمر السلام في مصر. ليه عملناه في القاهرة؟ عشان نذكر العالم ان هناك قضية منسية اسمها القضية الفلسطينية، وان احنا بنحرك المشهد ليه؟ من اجل ان يكون هناك نقطتين، النقطة الاولى اعادة ترتيب الاولويات الفلسطينية والتأكيد على فكرة حل الدولتين، حل الدولتين والمرجعيات الدولية الشرعية. حضرتك بتتكلم على الشرعية الدولية، بتتكلم على نص قرارات 242 و338 و193 و194، رؤية شاملة. هنا بقى بيبان تحرك الدول الكبيرة في الإقليم، إن أنت في قلب خريطة التطورات الإقليمية والدولية، عندك مرونة في التحرك، عندك إمكانيات بتطرحها، عينك أيضا على ميراث تاريخي معين. يعني وإحنا بنتحرك مع الهند لازم تشوف إنه إزاي الهنود والجانب الروسي والصين رحبوا بدخول مصر، البريكس بالدعوات المتتالية للسيد الرئيس لحضور فعاليات دولية قمة الـ20 والقمم الاقتصادية، وكانت هي الأيام الوطنية، يعني مثلا في عيد
العيد الوطني, الوطني الهندي, الهندي. آه. يعني بيبقى مصر بتبقى حاضره في روسيا يوم ما يبقى الاحتفال ايضا باليوم الوطني الروسي وهكذا. يعني ده بيدل. طب انا عايز اسال حضرتك في نقطه برضو هامه جدا. احنا من 2010 دكتور والاقليم الشرق المتوسط والشرق الاوسط هو منطقة السخونة يعني, وده كان داير حوالينا بكل في كل الحدود. صحيح يعني صحيح. ليبيا والسودان وسوريا, وحتى وإن كان لبنان فيها تطورات وتوترات داخلية اقتصادية وما إلى ذلك, للحوثيين, لأشياء كثيرة كانت بتدور حوالين مصر. أنا بس عايز عشان لما بنقول هذا العنوان أيضا, وعايز من ناحية العلاقات الدولية ومن ناحية السياسة الخارجية, إن مصر حافظت في ظل ذلك على الأمن القومي المصري. إحنا ثابتين في ظل كل هذه التطورات والتوترات حوالينا. الجزء الآخر واقفين في القضية الليبية, وحضرتك ذكرت بشكل كبير سواء مع الجانب الليبي وحقوقه ومنع التدخل الأجنبي وخروج المرتزقة وما إلى ذلك, في الناحية السودانية وتقريب وجهات النظر. وكان قبل ما يحدث في السودان كان في استقبال لكل الأطياف السياسية كانت موجودة عندنا في القاهرة. ازاي ده بيتم, وانه على مدار سنين كان بيقال انه دايما السياسه المصريه الدبلوماسيه المصريه بتنتصر, ويمكن ده كمان حتى في توترات حاصله مع مصر مباشره. يعني خليني افك السؤال الصعب او بتاع حضرتك ده. هو في جزء طبعا الاهتمام المصري بنطاقات الاستراتيجيه المباشره. يعني في ليبيا نحن مع خيارات الشعب الليبي, فانت بتحرك تجاه الجيش الوطني الليبي, بتتكلم مع الفعاليات الليبيه كلها شرق وغرب, وعندك امكانيات بالتحرك. وخليني اقول حاجه, نقطه مهمه قوي, هي مصداقيه الدور يا استاذ محمود. مصداقيه الدور انك حتى هذه اللحظه لم ينتبه احد, احنا الحمد لله لم نتورط في اي قضيه اقليميه. تورط الاخرون, مش عايز اقول بقى تفاصيل يعني, لكن تورط الاخرون الا مصر لم تتورط في هذا. فدور مصر مرحب به على كافه المستويات. وعايز اقول لحضرتك ان القاهره تستطيع اذا تم وتوافر الاراده السياسيه لدى بعض الدول اللي عندها مشاكل من اللي حضرتك تعلمها جيدا, تستطيع مصر ان تتدخل في امن الخليج, في الازمه اليمنيه, في البحر الاحمر, في ليبيا, في السودان. ليه؟ لأنه هذه المصداقية بتبني لحضرتك دور معين. هتقولي طب وإحنا نقدر نعمل ده كله؟ بالتأكيد. يعني مصر لديها إمكانيات وقدرات كبيرة جدا. إحنا في تركيز مثلا دلوقتي على القضية الفلسطينية لاعتبارات كتيرة, إن القضية ولابد أن نقول إنها قضية أمن قومي. مظبوط. الإجراءات اللي بتقوم بها إسرائيل هي تصفية القضية الفلسطينية. استشعار القاهرة بالخطورة يا أستاذ محمود هو اللي بيدفعها للتحرك في كل الاتجاهات. وبالتالي زي ما قلت لحضرتك, مصر بتعمل على عموميات وقف الاعمال الاجراميه اللي بتقوم بها اسرائيل وبناء مقاربه شامله. تمام. في جزء من ده مسؤوليه مصر الكبيره القوميه, ان انت بتتكلم على القضيه الفلسطينيه كقضيه امن قومي مباشره. اما رفضت حضرتك فكره الترانسفير والترحيل والتهجير والتسكين اللي طرحت, تمام, والافكار الشيطانيه العبثيه اللي طرحتها اسرائيل على لسان بعض المسؤولين وعلى بعض مراكز الابحاث وغيرها, حضرتك تعاملت بايه؟ تعاملت بجدية من اليوم الأول. خط أحمر. معنى هذا أنك أنت بتحيط الطرف الآخر اللي هو إسرائيل بأنه لن يكون هناك نصف حل وشبه خيار. هتقولي لا, والتصميم ودفع الجنوب ورفح ودخلوا خان يونس, تفاصيل اللي احنا قاعدين نتكلم فيها منذ بداية الأزمة. مصر قادرة بما لها من إمكانيات كبيرة عسكرية واستراتيجية ودبلوماسية أنها توقف هذا المخطط الإسرائيلي. والمخطط الإسرائيلي لا يتم في غرف مغلقة, لكن بيتم بقدرة مصر الرادعة. هتقولي يعني إيه قدرة مصر الرادعة؟ مش كل حاجة بتتقال على الموجة المفتوحة, لكن في جزء رسائل مباشرة أنه ده خط أحمر سيادة الرئيس حدده, فالناس لازم تبقى فاهمة. اطمئنوا, إحنا رسمنا الخط الأحمر ناحية ليبيا, صح كده؟ مظبوط. هل تطور الموقف في ليبيا أكثر مما حصل؟ بالعكس. خلاص الأمور انتظمت, ثم عدنا إلى العلاقة مع الجانب التركي والأمور مضت. إسرائيل الرسالة وصلتها بصورة كبيرة. وإسرائيل أنا في تقديري الشخصي بقى, ما رحلة العمل مع على الشغل إسرائيل 30 سنة, فأقول لك إسرائيل تعرف جيدا مع من تتعامل في الإقليم, إنها مصر. وبالتالي هي حريصة على عملية السلام مع مصر, لا نقاش في هذا. في أصوات عبثية في إسرائيل, دي أفكار سطحية ودي ميديا ومتطرفة ويمينية, احنا عارفين ومتطرفة وتبقى في حدودها. احنا فاهمين كمصر كدولة, لا عارفين ان مصر عندها قدرة رادعة الوقف ده. بدأ الإسرائيليين يتكلموا بقى في حاجات تانية, يتكلموا في ترانسفير من خلال قبرص, يفتحوا كل ده. احنا لا علاقة, احنا جزء أمننا القومي يعلو على أمن أي طرف آخر. يعلو
على أي طرف آخر، مع التقدير طبعا أن إحنا مصر هي الداعم والسند والظهير للأشقاء الفلسطينيين. لا توجد دولة في الإقليم تبنت القضية الفلسطينية مصر. مصر تلوث يد الجميع بالمناسبة في الإقليم بالدماء الفلسطينية إلا مصر. والفلسطين على فكرة هذا الموضوع بالنسبة لهم بيقدروه يا أستاذ محمود جدا، إن مصر وكل منظمة التحرير الفلسطينية طبعا كل القوى الفلسطينية حتى الجانب طبعا من حماس كل الأطراف مقدرين مصر وعارفين مصر بتعمل إيه وقيادة مصر بتعمل إيه والحكومة بتعمل إيه والشعب المصري بيعمل إيه والسند والدعم. ومش هنتكلم بقى في موضوع المساعدات وأعمال الإغاثة، لا ده واضح يا دكتور، ده احنا يعني واقع ده حتى يعني. كان في العالمين استقبال لكل قبل حدوث هذه الأزمة طبعًا. مصر على مدار تاريخها بتحاول تقريب وجهات النظر للداخل الفلسطيني طبعا. اجتماع الأمناء انا بقول لك يعني ده كان حاصل من اول يوم وملوش مش طبعًا. مرتبط ب 7 اكتوبر. هنستكمل الـ يعني الحديث وما يحيط بالاقليم والسياسه الخارجيه، لكن احنا محضرين برضو عشان ده حصاد يا دكتور بنستاذنك الزيارات الخارجيه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقام بعدد كبير من الزيارات خلال عام 2023 عززت مكانه مصر الاقليميه والدوليه واسهمت في تحقيق المصالح الوطنيه. حاولنا نجمع على حضرات في هذا العرض مع الزميلة نسيم فؤاد هذه الزيارات، ونرجع نستكمل مع دكتور طارق. أهلا بحضراتكم. زيارات خارجية عدة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العام عززت مكانة مصر الإقليمية والدولية وأسهمت في تحقيق المصالح الوطنية للدولة في المجالات كافة. استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي العام بزيارة إلى دولة الإمارات، شارك خلالها في قمة أبوظبي والتي جمعت قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة، فضلا عن التعاون بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية. وفي شهر يناير كانت هناك زيارة للرئيس السيسي إلى الهند، شارك خلالها كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، التقى خلالها رئيس وزراء الهند ورؤساء وممثلي عدد من الشركات الهندية الرائدة في مختلف المجالات. وخلال نفس الشهر قام الرئيس السيسي بزيارة إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين. وشهدت الزيارة عددا من اللقاءات المكثفة أهمها عقد مباحثات مع رئيس أذربيجان إلهام علييف. تلك الزيارة أعقبها زيارة أخرى إلى أرمينيا، هي الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ استقلال أرمينيا. أجرى خلالها رئيس السيسي مباحثات مع رئيس الأرمينية، تناولت المباحثات عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن سبل تعزيز التعاون الثنائي. وفي شهر فبراير شارك رئيس السيسي في القمة العالمية للحكومات بدبي في إطار كون مصر ضيف شرف على نسخة هذا العام. وعقد رئيس السيسي لقاءات ثنائية مع أبرز المشاركين في القمة من كبار مسؤولي المؤسسات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي شهر أبريل قام رئيس السيسي بزيارة إلى مدينة جدة، حيث التقى مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية. كما شارك رئيس السيسي في فعاليات القمة العربية 32 في مدينة جدة خلال شهر مايو، والتقى الرئيس على هامش الزيارة ولي العهد السعودي وعددا من رؤساء الدول العربية لبحث التعاون المشترك والقضايا الإقليمية المختلفة. القارة الإفريقية كانت على أجندة الزيارات الخارجية للرئيس السيسي أيضا، ففي يونيو قام رئيس السيسي بجولة خارجية شملت كلا من أنغولا وزامبيا وموزمبيق، وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لرئيس مصري. وشارك خلالها في أعمال القمة 22 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي كوميس في العاصمة الزامبية لوساكا. وفي القارة الأوروبية كان الرئيس السيسي زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس، شارك خلالها في القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد، كما عقد لقاءات مع عدد من القادة وكبار المسؤولين الفرنسيين والدوليين وأبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفي يوليو كان للرئيس السيسي زيارة إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقي والتابعة للاتحاد الإفريقي. كما عقد رئيس السيسي مباحثات مع الرئيس الكيني ويليام روتو لبحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي. وفي نفس الشهر شارك رئيس السيسي في مدينة سان بطرسبرغ في روسيا الاتحادية بالقمة الإفريقية الروسية، كما عقد الرئيس لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة. رئيس السيسي كانت له زيارة أخرى إلى الهند خلال هذا العام، حيث شارك في قمة مجموعة العشرين. وعلى هامش القمة عقد رئيس السيسي عددا من اللقاءات الثنائية، وذلك للتشاور مع القادة والمسؤولين الدوليين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي سبتمبر أيضا كانت هناك زيارة للرئيس السيسي إلى الإمارات، التقى خلالها الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية. وفي نوفمبر شارك رئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بمدينة الرياض، والتي عقدت بهدف تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة. كما شارك رئيس السيسي أيضا في الدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 28 في دبي. وعلى هامش المؤتمر عقد رئيس السيسي مباحثات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات لتعزيز التعاون الثنائي، وكذلك التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية. كما شارك رئيس السيسي أيضا في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات. وقبل أن ينتهي العام قام الرئيس السيسي بزيارة إلى دولة الكويت لتقديم واجب العزاء في أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لزيارات الرئيس السيسي الخارجية خلال عام 2023. شكرا لكم على طيب المتابعة. طيب بنشكر طبعا زميلتنا نسرين فؤاد على هذا العرض على الزيارات الخارجيه، و16 زياره، يمكن يعني حوالي 16 زياره هامه. يا دكتور انا عايز اروح لنقطه يعني قبل ما نرجع برضو تاني للتوترات الاقليميه والنواحي، وبعيدا عن قضايا سواء السودان غزه ليبيا وما الى ذلك، فكره تاثير السياسه الخارجيه والاقتصاد. لانه احنا مثلا حضرتك ذكرت منتدى الغاز المتوسط، مثلا التجمع المصري الأردني العراقي، مثلا تجمعات برضو الثنائية سواء مثلا مصر السعودية مصر الإمارات، على جوانب أخرى مثلا خارجيا مصر والصين، ولو رجعت تاني هقول قبرص واليونان، إيطاليا والعودة للعلاقات الإيطالية والتحسن الإيطالي بالناحية. كل ده شايفه ازاي؟ اهميته ربط دايما السياسه والاقتصاد. احنا كليه يعني سياسه يعني خلينا اقول نقطه مهمه قوي، هو مهاره صانع القرار ان هو دائما يموظف الامكانيات والقدرات لحسابات كتيره قوي. انت عارف حضرتك عندنا حاجه اسمها حسابات القوى الشامله للدوله، فانت بتوظف كل الحسابات دي لحسابات ما بين سياسيه وما بين استراتيجيه وما بين اقتصاديه. فاللي حضرتك بتشير اليه، احنا اغلبيه الدول اللي حضرتك اشرت واتكرمت بيها احنا عاملين مجالس اعمال مشتركه، سواء قبرص اليونان كان التحالف الاول الثلاثي، وبعدين امتد بقى المنتدى، منتدى الغاز والمنظمه الاقليميه للغاز. في مشروعات مرتبطه بخطوط غاز، في تعاون اقتصادي، في مبادرات كتيره قوي. ايضا على الجانب الاخر في التحالف الثلاثي اللي احنا مصر الاردن العراق، وبرضه ارتبط بمرحله معينه كان فيها ان احنا هيبقى في تعاون مشترك مع العراق مع الاردن في مصالح مرتبطه بيننا وبين الثلاث دول، يعني بنشتغل في على اساس ان لاي دوله حتى التحالف مرشح لضم دول اخرى، وانا اعتقد انه العام ده هيبقى في ضم سوريا وضم لبنان للدولتين. احنا طبعا مصر بذلت مجهودات ايضا في إعادة سوريا حضرتك لموقعها في الجامعة العربية، فبالتالي في تحركات سياسية اقتصادية في هذا الإطار مع الأشقاء في الخليج في المجالس ومجالس الأعمال، وفي أيضا الصناديق المشتركة، وفي تعاون مشترك في هذا الإطار. دائما دائما مصر بتضع عين على الدبلوماسية وعين طبعا على توظيف الإمكانيات والقدرات الاقتصادية. وقلنا البريكس طبعا عشان بس، لكن في ملاحظة مهمة أرجو أن احنا ننتبه ليها، نسيت الرئيس في معظم السفريات واللقاء
لقاءات بيقابل رجال اعمال بنفسه. مظبوط. ودي رساله مهمه قوي. يعني ناس تملي تسال تقول سياده الرئيس في عز كل المفاوضات دي بيقعد ويقابل رجال اعمال ليه؟ هو بيبعث برسائل تطمينات حضرتك لرجال الاعمال العرب كان والخليج والاجانب. يعني اما راح الهند اكثر من مره، راح روسيا، بيبقى حريص سيادته انه يقعد معاهم. الهدف ايه بقى حضرتك؟ انه كسيد الرئيس بينقل رساله تطمينات مباشره لرجال الاعمال انه احنا الحمد لله. وعايز اقول لحضرتك نقطه مهمه قوي. انت عندك استقرار اقتصادي وامني، هتقول لي طيب بنعمل ايه نستفيد بيها ايه؟ وعندك بنيه اساسيه، فانت عندك اقتصاد ناقصه حاجه واحده فقط، اراده اقتصاديه. عشان اكون امين معاك، تعريف الاراده الاقتصاديه، ما انا هقول بس هقول لحضرتك استاذ محمود، انت عندك بنيه كامله، تمام؟ بنيه كامله. اول حاجه البنيه دي هي اللي تشجع رجال الاعمال في اي دوله. اثنين عندك استقرار امني. مزبوط. ثلاثه عندك استقرار سياسي، لم يحدث الحمد لله طوال السنين الماضيه اي انقطاع في المشهد السياسي. اي رجل اعمال مفترض او استثمار يبعد عن توترات ويبعد عن صراعات، مع العلم بقى ان حضرتك تعلم جيدا ان احنا في اقليم متوتر ومضطرب وحواليه كل هذه الدول، مش عايز اقول دول فاشله لكن هي بالمعايير بتاعه اليو ان اليونايتد نيشن هي فاشله. فبالتالي انت كدوله في هذا الاطار، طب اللي ناقصك ايه؟ ناقصك قرار الاراده الاقتصاديه، ده مهم جدا لانه بيؤكد على ان الدوله اجهزه الدوله ليست ايدها مرتعشه. طلعت قانون استثمار جيد ولائحه تنفيذيه كويسه بصوره كبيره جدا. طب احنا نفعل الاراده الاقتصاديه ازاي؟ احنا عايزين نجذب، عايزين نسوق السياسات. في حاجه اسمها في ادبيات العلوم السياسيه حضرتك تعلمها جيدا اللي هو تسويق السياسات. تسويق السياسات يعني ايه؟ ده لازم يتسوق ان احنا الدوله الوحيده في الاقليم الحمد لله اللي فيها كل هذه المزايا. فلازم تسوقها. يعني ايه؟ لازم يبقى في اولويات، وانا اعتقد ده هيحصل الفتره اللي جايه. يعني ده غير المزايا اللي هي الجغرافيه اللي معروفه، يعني دي امور، ده معطيات، دي معطيات الحاله المصريه. لكن انا بتكلم حضرتك على التسويق التسويق، ولازم يبقى في جديه في بعض التشريعات اللي بتطلع. برضو دي نقطه مهمه، انت بتتكلم على جذب رؤوس اموال، بتتكلم على نقل رسائل لرجال الاعمال، لانه سيد الرئيس لما بيقعد مع رجال الاعمال اغلبيه شكاوى رجال الاعمال ايه؟ مش موضوع الصندوق الواحد والاستثمارات ولا لا، هو مرتبطه بايه؟ ان احنا عايزين فرص للاستثمار. النهارده في فرص جيده، الحكومه عندها حكومه الدكتور مدبولي، ودول ابطال بالمناسبه، ده اشتغلوا فيه برغم كل ما جرى في الاقليم بالمعنى الحقيقي، ابطال بمعنى الكلمه، يعني اشتغلوا في ظروف صعبه للغايه. القضيه ان احنا مش بنتكلم في سياسات ماليه ونقديه والدولره، يعني ده كلام في الاطار بتاعه، لكن كحكومه لا، حكومه ابطال، واعتقد ان هم عبروا بالبلد برغم كل المشكلات اللي حصلت في الاقليم. فاحنا النهارده بنقول ايه؟ احنا محتاجين سياسات ماليه ونقديه جديده مرنه متطوره. زي ما بنتكلم في السياسه، احنا ليه حققنا نجاحات في السياسه؟ ليه حققنا بفضل اجهزه المعلومات اللي اشتغلت وخططت؟ ليه كان عندنا قراءه واعيه باستشراف المخاطر والتحديات اللي بتواجه الدوله المصريه؟ لان في ناس قاعده بتخطط بترتب لده. انت عندك استراتيجيه 2030 جيده لا نقاش فيها، اي حكومه جايه هتعمل ده وتشتغل عليه. لكن انا بتكلم النهارده ان احنا عندنا فرص واعده، وفرص واعده خاصه بالبنيه الاقتصاديه، خاصه بالتشريعات اللي طالعه، وده برضو دور مهم انه المجلس النواب ومجلس الشيوخ الفتره اللي جايه يفعل دوره. ده مهم جدا، انا اعتقد في فرصه. على سبيل المثال مثلا ترسيم الحدود البحريه فادنا قد ايه؟ انه جت بتشرح يعني شوف انا هقول لك حاجه في موضوع ترسيم الحدود. احنا رسمنا الحدود البحريه مع قبرص ايام مع الرئيس المؤقت عادل منصور، وبعدين رسمنا الحدود مع اليونان في عهد الرئيس السيسي، تمام؟ ورسمنا هذه الحدود ورسمنا مع ليبيا من جانب واحد، تمام؟ الهدف الرئيسي في ده ايه؟ انك انت تريد ان تحافظ على مواردك الاقتصاديه يا استاذ محمود، عايز تنقل رساله ان انا بحافظ على الموارد الاقتصاديه بتاعتي، اما عملت وبدعو الاستثمار انا هو ده بامن انه الجزء ما يبقاش في صراع، الشركات اللي بتعمل عمليات التنقيب مش عايز تخش في الصراع، في نفس الوقت بتاكد حضورك في الاقليم، المنتدى اللي انت عملته جه في توقيت مهم قوي ان انت تقوله، وبعدين عملت المنظمه اللي بعديها، فانت بتتكلم على خطوات تدريجيه مخطط لها. الامور دي النجاحات دي او الانجازات ما بتتمتش بين يوم وليله. زي ما قلت لحضرتك هتقولي طب كان ناقص ايه؟ ناقص التسويق السياسي. ليه؟ التسويق السياسي ده مهم جدا، لان المواطن في الشارع لازم يحس بده، لازم تقول له انا رسمت الحدود عشان احافظ على مواردك، لازم انا رسمت حدودي في التوقيت ده عشان الحسابات الاقتصاديه والصراعات اللي موجوده. انت وهو عايز كده في الاقتصاد كمان يا دكتور دلوقتي، عايز يقول احنا بنعمل كده عشان كده. طب انا معلش فاضل اربع دقائق بس، في نقطه هامه وهي مرتبطه بالسياسه الخارجيه يا دكتور، والكلمه ويمكن قالها السيد الرئيس في لقاءاته الكثيره اللي بدات الناس تشعر بيها،
ان احنا مقبلين على عالم جديد، مقبلين على عالم مش متوحد او اوحد الاطراف او واحد الاقليم او القوه او ما الى ذلك. النصيحه اللي في السنه الجديده، احنا هو يعني فاضل 10 دقائق على 2024 برؤيه حضرتك وبتنقله للقيادة السياسية، بتنقله للمواطن المصري، بنتحدث عليه في هذا العالم الجديد، نتجه فين؟ هنعمل ايه سياسيا اقتصاديا؟ شوف انا هقول لك جمل سريع عشان الوقت. واحد، انت محتاج ترتب جدول اعمال الوطن في الفتره اللي جايه، ده مش كلام عام وانشائي، مطلوب ان احنا نستثمر في هذه الانجازات التي حدثت. لابد ان يكون هناك سياسات عامه اكثر وضوحا واقعيه، يكون فيها نقل الشفافيه والصراحه للمواطن البسيط. ده داخليا ده لازم، ده امر مهم. خارجيا، ان تحافظ على مكتسباتك في الاقليم، انت تتحرك بذكاء وحنك في الإقليم وفي كل النطاقات الاستراتيجية التي تتحرك فيها. مصر دورها مطلوب، نحن لا نصارع أحد سيدي، يعني نحن لا نطلب دور يا أستاذ محمود. مصر بتتحرك برشادة، في رشادة في قرارها في السياسة الخارجية. يعني أتمنى بطبيعة الحال أن يبقى فيه تحرك وتوازن في نمط العلاقة مع الأوروبيين. الأوروبيين بيتكلموا بلغة، ربما إحنا محتاجين هذه اللغة الكبيرة أن تحدث بالفعل تفاعل مع الأطراف القوة في الإقليم. هناك قوة صاعدة في الإقليم، عالم جديد يتشكل. العالم الجديد ده هيبقى عالم متعدد الأقطاب بالمناسبة، لكن عالم متعدد الأقطاب لازم حضرتك اللي أنت بتقوم بيه تحجز مساحة كبيرة في هذا العالم اللي بيتشكل وفق مصالحك المباشرة، وفق مصالح اللي انت ممكن تخطط ليها على المدى القصير والمدى الطويل. وده أمر واقع دلوقتي، احنا وعايزين نستثمر في هذه النجاحات. ده فرصة، فرصة جيدة. وخلي بال حضرتك كل ده هينعكس على المواطن، يعني احنا مش عايزين نبالغ، يعني في جزء من دخولك التجمعات الاقتصادية المختلفة ده هينعكس عليك. لابد ان احنا عينينا على مهددات الأمن القومي، لأنه المهددات القادمة مهمة جدا في مجال السياسة الخارجية. زي ما قلت حكرا، احنا لا نستبدل حليب بحليف، لكن عينينا على البحر الأحمر، عينينا على الشرق المتوسط، عينينا على قناة السويس، عينينا على المشروعات اللي بتهدد أمننا القومي. المشروعات دي على فكرة مرصودة ومخطط ليها وفي آلية تعامل. عايزين نبث رسائل الأمل للمواطنين، نقول لهم خلي بالكم احنا بنتعامل مع المهدد وبنقرأ بسرعة وبنسبة للأطراف الأخرى يعني للعالم، ان احنا البديل الأقوى، وفي رسائل للقوى التي تريد أن تعبث بأمننا. لن نسمح لأحد، يعني في هذه النقطة، ونقطة مهمة قوي، ان الناس فاهمة لا ده في تخطيط جيد لمجابهة أي خطر على أمننا، سواء كان بالنسبة لقناة السويس، بالنسبة للبحر الأحمر، بالنسبة لمصالح احنا في شرق المتوسط. لن نقبل بان صفح حلو اشباخرات. الدوله في مصر قويه، يعني الدوله في مصر قويه واجهزتها قويه، تستطيع ان ترضع اي طرف يمس امننا القومي. انا عايز انهي بالكلمه دي، ان مصر قويه، وزي ما احنا موجودين بالقوه دي الاقليميه يعني بالافعال وبالحقائق مش بالكلام وبالعناوين. ان شاء الله نبدا السنه الجديده ومصر قويه داخليا خارجيا، وده اللي بنتمناه. انا بشكر حضرتك على كمان التحليل الوافي والكلمه الاخيره والله يا دكتور، وبسعد في كلامنا مع حضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك الدكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسيه، ويعني يا رب سنه سعيده علينا جميعا. حضرتك والساده المشاهدين، وبرضه انا هاخد من كلام حضرتك عشان اختم بيها الحلقه، انه كلمه دكتور طارق في انه ان شاء الله مصر تظل قويه. يعني انا حظي ان انا هبقى بنهي الدقائق الأخيرة في السنة، فلازم أستغلها عشان زمايلي لما يشوفوا، مش أنا بس أنا شغال في رأس السنة، فبستغل إن شاء الله. يا رب تمنوا الخير، تمنوا دايما، يعني من تفاءل بالخير بيجده. نتمنى، محدش ينفع يتمنى غير الخير لبلدنا إن شاء الله داخليا وخارجيا. نثق في القيادة السياسية بكل أطرافها، سيد الرئيس، الحكومة، الجهة التنفيذية، الجهة التشريعية، كل مؤسسات الدولة بتسعى لصالح الدولة ولا لها مصالح أخرى. بندعو مرة تانية إحنا يعني عاملين في الإعلام وكإكسترا نيوز على وجه الخصوص، بسنة إن شاء الله سعيدة على كل المصريين. كل سنة وحضراتكم طيبين. كنت معاكم محمود السعيد، وانتظرونا على رأس الساعة، وأول نشرة إخبارية هتكون على رأس الساعة بعد قليل.